بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم مع المحاضره السادسه من محاضرات ماده التكنيكال انجلش. ان شاء الله في هذه المحاضره، هي محاضره سيمبل بسيطه لكنها مهمه، احنا بنشرح فيها قواعد كتابه الحروف كابيتال في الاحرف كابيتال في اللغه الانجليزيه. ان شاء الله بقى هنبتدي مع اول حاجه ممكن تقابلنا في اي انجلش سبيتش، الا وهو الكابيتال لتر او كابيتاليزيشن رولز. زي ما احنا شايفين كده، لازم مثلا الباراجراف بنلاقي ان الحرف الكابيتال اول شيء هيقابلنا في قرايته. تمام، في الانجليزيه الالفابت انجلش بيبقى فيه عندنا نوعين من الالفابت، السمول ليتر اللي هي زي الاي بي سي بهذا النسق، او اللارج كابيتال ليتر اللي هي الاي بي سي. طبعا هي مش مع عمليه بقى ان انا خليتها لارج بس، لا ده في احرف بتتغير، زي الاي بتبقى بهذا الشكل، البي بهذا الشكل، السي يمكن حرف بس زي ما بقول بقى لارج، انما الاي برضو هنلاقيها بتتغير. ففي احرف هنلاقيها بيتغير شكلها من السمول للكابيتال ليتر. طب قواعد استخدامها ايه؟ ده بقى اللي احنا هنشرحه دلوقتي في تكمله هذه المحاضره. لو القينا نظره على هذا الباراجراف هنلاقي مثلا ان الاي طالما جاءت في اول السنتنس هتبقى بالكابيتال لتر، مش الاي، اي حرف يعني هيبقى بالكابيتال لتر. لو هنا بصينا كده نلاقي الانرجي جت في الاول، فالاي بقى الاي اول حرف فيها اي جيب الكابيتال. لما نيجي هنا اللي هي في وسط الكلمه، مش في وسط الباراجراف، لا في وسط السنتنس، هنلاقيها جت بالسمول، ونجد هنلاقيها تاني جت برضو في الوسط بس كابيتال زي هنا. ليه؟ لان انا هنا بتكلم على اسم، ده اسم مؤسسه، اوكي؟ يبقى لازم الاسم المؤسسه زي اي اسم هيكون موجود بالايه؟ بالكابيتال لتر. طيب بعد كل بيريود، بعد كل نقطه اللي هي نهايه اي سنتنس، لازم السنتنس الجديده لازم تكون او اي حاجه هتبتدي بعديها تكون بالكابيتال لتر. طبعا انا مش هشرح القواعد في النقطه دي، انما انا قصدي دي ايه يعني، يعني نظره عامه في مثلا احد الاستخدامات ليها. طيب قواعد بقى الكابيتاليزيشن، اول حاجه زي ما قلنا كده ان الفيرست وورد في اي سنتنس او اي فراجمنت حتى جزء من جمله لازم يكون بادئ بالايه؟ لازم يكون بادئ بالكابيتال ليتر. الدي والمانثز لازم تكون بالكابيتال ليتر. انا بس عايز ااكد على حاجه هنا، هي ليه كابيتال؟ يعني ان اللغويين مثلا في اللغه الانجليزيه، هي النقطه اللي انا من وجهه نظري شايفها ان انا عايز ان الكابيتال ليتر ده يشد نظر اللي بيقرا ان الحاجه دي مهمه، ماشي؟ ان انا مثلا حدث يوم كذا، ماشي؟ فهو بيقرا يبقى عايز يركز، خلي بالك من اليوم، خلي بالك ان الموضوع ده حصل في الشهر الفلاني، تمام؟ خلي بالك ان انا ببدا جمله جديده، ففيرست جمله جديده، عشان ايه؟ اللي هو كل ده مساعده على التركيز، فتزود قدره الاستيعاب من القرايه. يعني هي هو ده اللي انا شايفه المقصود من الكابيتال ليتر، ان اللغويين في هذه اللغه بيحاولوا قدر امكانهم يخلوا القارئ يكون قدرته على التركيز اقصر قدره، مع كمان الشكل الجمالي اللي هو التوحيد. ممكن تكون دي احد الاهداف بتاعتها، لان انا عايز مثلا اخلي اقول له اللي بيتكلم خلي بالك، انا بقول مثلا ان اللغه السائده مثلا اللي هو العربيك في هذا المجتمع، فلما اجيبها كده كعربيك جايه بالسمول ليتر مش هتبقى باينه، انما لما تيجي الكابيتال ليتر يبقى انا بقول له خلي بالك. هو عنده دي كانها نقاط مضيئه داخل الباراجراف بتاعي. يبقى النيم اوف لانجوج لازم تكون بالحرف الاولاني بالكابيتال ليتر. لو انا عايز اعمل اكسبريشن عن الكونكشن ويز اماكن محدده، اماكن معينه، لازم برضو او اماكن لازم اكون بالكابيتال ليتر. الناشوناليتي مثلا ايجيبشن امريكان او ايثانيك جروب او مجموعات عرقيه، لازم الكابيتال ليتر في الاول. البروبر ناون مثلا زي احمد، حسام، كنتاكي، اي حاجه بروبر ناون. مثلا هنقول مثلا لو اللي هو البراند نيم بيبسي، سامسونج، كل ده لازم هيكون بالكابيتال ليتر اول حرف. الهيستوريكال بيريود مثلا زي سكند وورلد وور، الحرب العالميه الثانيه، الاقي وورلد وور الدبليو في الاثنين، في الوورلد وفي الوور بالكابيتال ليتر.
فالهيستوريكال بيريود لازم تكون موجوده الحرف الاولاني بالكابيتال، الاجازات بالكابيتال ليتر، الديانات الاسلاميك كريستيان جويش كله هيكون بادئ بالكابيتال ليتر. في التايتل بعض الاسماء ودي هنشرحها ان شاء الله في السلايد بعد القادمه، في التايتل مثلا بتاع عنوان رساله علميه، عنوان تقرير، اي حاجه ليها عنوان لازم في قاعده في بعض السبيسيفيك او سيجنيفيكانت ووردز لازم تكون بادئ بالكابيتال ليتر، مش اول حرف بس، مش اول كلمه بس في التايتل، لا ده كلمات متعدده داخل التايتل لازم تكون ليها كابيتال ليتر. الكوتيشن ودي هنشوفها في السلايد اللي جايه، لازم بدايه الكلمه الاولانيه في السنتس لازم تكون بالكابيتال ليتر برغم ان هي محطوطه داخل قوسين. زي ما قلت البراند نيم بيبسي، سامسونج، شركات كتيره، نوكيا، الكلام ده كله. لو انا كتبت ارقام بالروماني لازم أن تكون كلها بالكابيتال ليتر والبروناون. To start sentence أو القاعدة الأولانية عند بداية كل جملة، والقاعدة دي ما فيش فيها exception، يعني أي كلمة لازم تيجي في الأول لازم تكون capital letter، حتى لو article A أو an أو كده لوحديه لازم capital letter. فمعنى ذلك بيقول بقى إيه، إن بعد كل full stop لازم أبدأ بكابيتال، أدي full stop اللي هي النقطة دي، تمام، لازم أبدأ بكابيتال. إنما هنا كما زي كده لا ما تجيش، تمام، هتيجي بالسمول letter. If the previous sentence ends with question بقى. طيب هل بعد الكوما بس، قصدي بعد البيريود بس؟ لا، ده لو انتهت حتى بعلامه الاستفهام او علامه الاكسلاميشن، علامه اللي هي علامه التعجب اكسلاميشن، لازم اكون جاي بعديها بكابيتال ليتر زيها زي الفول ستوب، ماشي. ولكن بقى لو انا السنتنس دي ماشي داخل السنتنس دي انا عندي كلوز داخل البارانسيس البراكتس دي ماشي، وسيكونس بسيبريتد داشز، او اللي هي لو مثلا الكلوز دي جت بعد سيبريتد داشز، في هذه الحالات وحتى لو في اكسلاميشن بار مارك او كوتشن مارك هستمر بالسمول ليتر. هنجد هنا الفرق في الجملتين دول. It is all necessary to use a capital to start sentence. هو بيتكلم كده كمثال يعني، فبيأكد هذه القاعده. وجت علامه الاستفهام اللي بعديها جالي بالكابيتال ليتر، اوكي. انما في هذه النقطه انا في عندي الداش وجت بعديها بقى شي تولد هير سيلف، جت في داش ووز اكسبتد تو توك تو وانس، وجت علامه استفهام داش، كل ده انا ببتدي بستمر بنفس الايه؟ بنفس السمول ليتر، تمام؟ طبعا حته النقطه الداش وعلامه الاستفهام دي مش منتشره يعني، بس ايه تبقى برضو يعني كامانه اظهرناها. القاعده الثانيه بقى التايتل اللي انا اتكلمت عليها، ان انا مثلا بكتب عنوان رساله، انا هوضح دي في الجزء في السلايد القادمه، ان في بعض الكلمات داخل العنوان الرساله مثلا او عنوان التقرير لازم تيجي كابيتال، زي مثلا الفيرست وورد، الادجكتيف لو جايه في ادجكتيف، لو جايه نون، لو جايه فيربس. طبعا نخلي بالنا ان احنا في عناوين الرسائل الفيربس غالبا ما بتبقاش موجوده، تمام، يعني عشان يبقى عنوان قوي ما يحتويش على فيربس، ماشي. اللاست وورد، بينما في بعض الكلمات بقى ما تجيش ككابيتال زي الارتكل اي وان، وزي الكونجكشن والبروبوزيشن، تمام، ودي هنشوفها مثلا في بعض المقتطفات انا جايبها من بعض الرسائل كايه ككوبي. دي مثلا رسالة بتتكلم على الفيو سيل، فنجد مثلا ان الان، خلي بالنا احنا قلنا الايه والان وكده ما تجيش خالص، الا لو جت فين بقى؟ جت كبداية، زي ما كنا كده قلنا في القاعدة الأولانية ان ما فيش اكسبشن في هذه الرول، أي حاجة تيجي في بداية جملة لازم أي حاجة ما فيش فيها اكسبشن. فانا برغم ان انا في العنوان الايه والان ما بتجيش، انما كقاعده لازم جت اول حاجه، يبقى عشان كده انا قصدت اجيب هذا العنوان. فالان الان هتيجي هنا، انما في اي حته ثانيه مش هتبتدي بكابيتال ليتر، تبقى سمول، ماشي. انترناشونال انترودكشن دي مثلا فول، انما تو ما تجيش تبقى سمول. سيل تكنولوجي اند ما تجيش ايكونوميك، يبقى احنا زي ما احنا قلنا كده الكلمات الرئيسيه زي كده. برنسبل دي عنوان رساله ثانيه، هتلاقي الاند والاوف
ما جاتش، وبقيه الكلمات جات لها هذا الموضوع، هذا الكابيتال ليتر. برضو الاوف هنا برضو هتلاقي بعد كده كله كابيتال ليتر. انا تخيلوا لقيت في رساله، ما اعرفش ازاي يعني، هنا طبعا كلمه فور برضو بالسمول، لقيت الرساله كله حتى الفور والاي والاند كاتبها، ما اعرفش يعني الجهه العلميه اللي قبلت هذا الموضوع ازاي. زي كده ادي كده ادي انا اهي في الاول، انما انا لما جت في الوسط بقت بالسمول اوف ان فور، كل ده والباقي كله جاي بالكابيتال. خلي بالنا من ان الواحد يكون فعلا عنده هذه الخبره، فعلا ان انت بتعمل المشروع بتاعك مشروع التخرج، يبقى انت عارف فعلا مش بتتكتب باي طريقه. هنا الاي عشان جت في الاول، انما لو جت في النص هتبقى السمول. برضو اون اوف الكلام ده كله، ده اظن الخمس امثله دي يكون وضحوا معنى اللي انا كنت بقصده، بان في التايتل امتى تيجي تايتل كابيتال وامتى تيجي اسمه. البروناون ماشي، زي ما قلنا كده، اللي هي هنا النون، هنا البروناون اهوت. هنشرح بقى موضوع البروناون والبروبر ناون. البروبر ناون، وطبعا عارفين ان البروناون بتبقى متعلقه بالناون، فبقول نيمز بقى. ايه البرو نيمز دي؟ ار اولويز كابيتالايزد. البرونومان نيم از ذا نيم اور تايتل ذات ريفير تو انديفيدوال بيرسون، انديفيدوال بيرسون او انديفيدوال بليس ماشي، ان انديفيدوال انستيتيوشن، ان انديفيدوال ايفنتس. اوكي، فالبروبر ناون ده حاجه بتيجي لحاجه مخصوصه، مكان مخصوص، شخص مخصوص، حدث مخصوص، جهه او مؤسسه مخصوصه، فده المقصود بالبروبر ناون. عشان الكلمه دي انت كنت بتسمعها كتير. The study of language was revolutionized by نوم تشومسكي. ادي ده بروبر ناون معروف، هذا نوم تشومسكي تمام. ذا جولدن جيت بريدج تاور، جولدن جيت بريدج تاور ده اسمه معروف ماشي، فعشان كده كله جاي بالايه، بروبر ناون. احنا جبنا مثل قبل كده سان فرانسيسكو بول، برضو كلها جايه بالبروبر ناون ماشي، اللي هو احنا بنقول ايه، انديفيدوال بليس، مكان معروف، مكان مخصوص، مكان. هتبقى في زيرو ديبيت بتوين، في مناظره هتكون ما بين البروفيسور ليسي اند دكتور ديفيس. فادي الاثنين دول الوظيفه بتاعته او التايتل بتاعه، والتايتل بتاعه هو الاخر بتاع الدكتور، الاثنين كابيتال والاسم بعديهم كابيتال، لان ده دي حاجه انديفيدوال، انديفيدوال بيرسون. كوين الملكه طبعا لازم هتكون دي حاجه مخصوصه. الهاوس اوف كومنز توداي، الهاوس اوف كومنز ده معروف، انا مش مهم بيان هي، بس ده ضروري مكان ايه معروف، اللي هو انديفيدوال بليسز ماشي. مكسيكو طبعا دي معروفه، ساوث امريكان برضه مكان معروف. اوكي، الالعاب الشتويه وينتر اولمبيكس، ده حدث او ده ايفنت زي ما كنا انديفيدوال ايفنتس، الالعاب الشتويه فتيجي كلها. خلي بالنا ان في بعض ممكن فعلا ما يركزش في هذه النقط تمام. في فرق بقى طبعا لازم نخلي بالنا منه. هذا مثال، we have asked for meeting with the president ماشي، with the president، احنا سألنا او طلبنا مقابلة البريزيدنت، فده اصبح ايه، مكان او لوكيشن او وظيفة بصفة بروبر، فعشان كده تيجي كابيتال. انما شوف بقى هنا في النقطة دي، I would like to be the president of a big company. اوكي، عايز ابقى رئيس لشركة، ما بقاش بروبر، ده حاجة ايه، جنرال. يبقى نخلي بالنا كده ان احنا هنا في ده في السنتس الاولانيه بقت كابيتالايزد. ليه؟ لان ده بيعد لشخص معروف، ده رئيس البلد بتاعتنا مثلا، فده شخص سبيسيفيك. اوكي، انما في الثانيه مفيش كابيتال. ليه؟ لان هو جنرال، اني وان، مفيش فيه تخصيص. اوكي، خلي بالنا من النقطه دي. القاعده رقم اربعه اللي هو في الكابيتاليزيشن مع الاكرونومز. الاكرونومز دي اللي هي حاجات مثلا خاصه بمؤسسات، شركات، جهات عالميه، بتبقى حاطه لنفسها الاختصار بتاعها تمام، فانا باخده زي ما هو ماشي، وبيبقى غالبا في حروف كتير كابيتال. فمثلا هيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي دي هي اصلا موجوده عالميا كده ماشي. مثلا دي حاجه ديبارتمنت اوف اديوكيشن،
دي الاختصار بتاعها. طبعا الفور زي ما كنا احنا حاطين في التايتل بتبقى بالسمول، فتلاقي دي اف اي. اوكي، نيجي اليونايتد عرب امارات، دولة الامارات هي ده الاختصار المعروف بتاعها. اوكي، هاجي بقى الدولة، هاجي بقى حصلا زي حلف الاطلنطي الناتو، الاقي ان هو اول عمل كابيتال لاول حرف والباقي كده، انا ما اقدرش اغير لان هو اصلا هو بيكتبه كده. اوكي، وفي بعض الجهات بتكتبه الاربعه كابيتال، انما غالبا هتلاقي ده الناتو. اوكي، لان انت لو عملته بالاربعه كابيتال ده كانك حاجه اختصار لحاجه تانية، فهم بيختصروا لكده، فانا باخد اول حرف بكتبه زي ما هو. يبقى انا ده عشان بس ما يبقاش كل الاحرف كابيتال، لا انا حسب الجهه ذات نفسها عامله هذا الاختصار بتاعها ايه. زي كلمه مثلا ايباوي، الشركه كده اللي هي بتاعه الانترنت، هتلاقي اول حرف فيها الاي، ماشي، الاي سمول مش اي كابيتال. اوكي، فانا باخده واحطه زي ما هو، ما فيش فيها، ما غيرش من عندي. اوكي، طيب القاعده الخامسه بقى، الكابيتال ليتر مع الايام والاشهر، الاسابيع قصدي، دايز اوف ويك، ايام الاسبوع، والاشهر السنه، والاجازات، الاجازات والبلاد واللانجوج والجنسيات والديانات، كمان طبعا التريد مارك اللي هي العلامات التجاريه، اسماء الشركات، المؤسسات، اسماء المركبات مثلا زي كسفن مثلا زي تايتانيك، ماشي، لازم تكون بادئه بالتيم، اسماء القطارات، القطار السريع مثلا، لازم تكون السبيد ترين مثلا لو هو حاجه مشهوره مثلا في دوله، او القطار الفرنساوي مثلا، يبقى كله الاحرف بالكابيتال. مركبات الفضاء، تشالنجر وكده، طبعا لازم اكتبها بالكابيتال. ليه؟ لان مثلا هنحط مركبه فضاء تشالنجر في وسط الكلام، لازم، انا عايز اللي بيقرا يتشدد ان دي حاجه، دي حاجه مخصوصه. تمام، طبعا مثلا ايام الاسبوع زي ما قلنا كده، الدول واللغات مثلا، زي ما قلنا الوظائف بالكابيتال، الديانات مثلا زي مصر كده، الديانات الاسلام والمسيحيه، طبعا هنلاقي هنا كده ادي الدوله، ادي الحرف الكابيتال، وادي الديانه الاسلام، وادي الكريستيانيتي المسيحيه. اسماء الشركات زي شركه فولكس فاجن اللي بتصنع العربيات، اللي هي الشركه الالمانيه. طبعا المناسبات والاعياد زي عيد الاضحى مثلا، زي مثلا ده نهر زي نهر النيل، قصدي ده شارع زي شارع قصر النيل، ده احد المتنزهات مثلا في بريطانيا، ده شارع معروف طبعا مثلا في القاهره، وكلمه كايرو كمدينه برضو لازم تكون بالكابيتال، ده نهر زي نهر النيل، بحيره ناصر، كل دي مناطق معروفه اللي انا عايز القارئ دي ما تعديش عليه في وسط الكلام، بقول له خلي بالك دي، يعني اقراها كويس. ماشي، هنجد مثلا ان انا ادي البحيره اهي، وادي ليك دي جايه بالايه، جايه بالسمول، لان هي حاجه عامه، انما لما جيت اخصص بقى بحيره ناصر بدات الليك تبقى هنا ايه، الكابيتال. اوكي، ده مثلا جبل زي جبل عطاقة، هنجد هنا ماونتين، ماونت جاية بالكابيتال، انما ماونتين جاي ده اسم عام مفيش فيه مشكلة. اوكي، انما انا عايز من وسط الجبال، خلي بالك من جبل عطاقة دي في حاجة مثلا ايه احنا هنتكلم فيه عنها. اوكي، ادي ايجيبش، ايجيبت كدولة، واللغة بتاعتها العربي كده. مثلا جنسية هذا الطعام اللي هو الايطاليان فود، يبقى برمز برضو للجنسية بتاعته. الحاجة التانية بقى اللي أنا زي ما قلنا كده، اللي هي الفيرست وورد في بين الكوتيشن مارك زي ما قلنا قبل كده. أوكي، ليه؟ لأن كابيتالايز ذا فيرست وورد أوف كوتيشن لما بيكون بقى إيه؟ لما دي ليها حالة، لما تكون كومبليت سنتنس. خلي بالنا إن أنا القاعدة دي لما يكون الجملة اللي جوه دي أول كلمة لهذه الجملة بعملها كابيتال، لان الجمله دي بتديني كومبليت سنتنس، بتديني معنى مفهوم، معنى كامل، معنى فهمت منه حاجه. ماشي، فزي كده كده واتس ايفري وان دوينج ذيس ويكند، ماشي، جمله كامله، انا بسال واحد هتعملوا ايه هذا في اجازه نهايه الاسبوع. ماشي، فدي جمل بتديني جمله كامله، فعشان كده بقول ايه وات. انما بقى لو انا هتديني بارشال كوتيشن، جمله مش مكتمله، ماشي، واز تو بيزي، ماشي، او واي تو بيزي، ف ايه هو ما فهمتش منها حاجه. ماشي، فعشان كده الكوتيشن مارك في هذه الحاله الكلمه الاولانيه فيها في اول اللي هو البارشال سنتنس دي ما يتمش وضع اول حرف فيها كابيتال. طيب برضو بعد الكولون بقى والسيمي كولون غالبا ما بتديش باول حرف كابيتال. ماشي،
فبقول لك على عكس بقى الكلمه اللي بعد الكوتيشن مارك، الوردز افتر كولون دونت نيد كابيتالايزد. ليه بقى؟ لان الكولون افتر اوفن يوزد بيفور انتروداكشن اوف ذا ليست، هي بتبقاش كجمله. احنا قلنا في الكوتيشن مارك بيبقى فيه جمله وجمله مفهومه، انما هنا في الكولونز انا بقدم لليسته من بعض الحاجات، عشان كده ده بيعتبر ان هذا ذي ار نوت انتروديوسنج ا كومبليت سنس، ان هي ما بتقدمليش كومبليت سنسز، وان هي بتبقى نفس سياق الجمله ذات نفسها. اوكي، فعشان كده ما عملناش كابيتاليزيشن. فبقول كده هير از هير فيفورت ريدنج ماتيريال، ادي اللي هي الكولون، وقال لي بوكس ماجازينز اند ترافل جايدز. فعشان كده ده ما فيش جمله جديده، ما فيش انتروديوسنج كومبليت سنتنس. اوكي، اللي بعديها ما فيش كومبليت سنتنس بعديها كده، ده ليست بوك ماجازين ترافل كده. اوكي، دي اول حاجه بالنسبه للكولون. ايضا ما بيتمش عمليه البدء بحرف كابيتال في اول كلمه بعد السيمي كولون. ليه؟ لان انا في السيمي كولون بفصل تو اندبندنت كلوز. يعني ايه اندبندنت كلوز؟ زي ما قلنا كده ان انا تقريبا يعني جمله مفهومه، جمله بتديني معنى تمام، وممكن ده يكفيني. فهي لو بتوصل تو اندبندنت كلوز دي بنعتبرها نفس الجمله، لان احنا قلنا ايه؟ ان انا ببتدي بالكابيتال ليتر لما انتقل من جمله لجمله تانيه. اوكي، انما ده تقريبا نفس الجمله، فخلاص ما يبقى مش محتاج. اوكي، والا لو انا حطيت كابيتال يبقى انا كده كان ببتدي جمله ثانيه. لو مثلا زي على سبيل المثال داد هاز اولويز بين ا بولايت مان، هاويفر هي ميد ان اكسبشن ذس تايم. هو راجل طول عمره هادي ولطيف، بس في الحاله دي هو مثلا غضب، فده تعتبر حاله اكسبشن. كل دي جمله، منين ما اقولش ايه داد هاز اولويز بين ا بولايت مان نقطه، ماشي، هي ميد ان اكسبشن ذس تايم. لا طبعا المعنى يعني حصل فيه شذوذ كده، يعني ايه وقفه ملهاش لازمه تمام. فبهذا الكونجكشن اللي حصل بهويفر انا كده الجمله بقت كلها جمله واحده مفهومه تمام، الوقفه مش محتاجه. فعشان كده بعد هذا السيمي كولوم يبقى انا الهويفر دي ما بتديش حرف الاتش، بخليه كابيتال. اوكي، جوي وانتس تو جو تو ذا بارك، ماشي، اي تولد هيم اي نيد تو فينيش ماي ورك فيرست. ما يبتديش طبعا، هنلاقي هنا تقول لي طب ما انت الاي هنا جايه كابيتال، لان الاي دي الضمير الوحيد اللي بيتكتب كابيتال على طول، سواء في اول في الوسط في الاخر. فانما لو اي ضمير تاني كنت هبتدي بال هي شي مش عارف ايه، هتبتدي الاس او الهي الاتش بالحرف السمول. فبيقول ان موست كيسز يو دونت نيد تو كابيتالايز افتر كول، في معظم الحالات مفيش داعي لبداية الحرف الأولاني في أول كلمة بعد الكولوم بالكابيتال، ماشي؟ زي كده، أوكي؟ ولكن في بقى عندنا اكسبشن لهذه الحاجة، اللي هو إيه؟ when is when the word following the column is proper noun. زي كده، إن أنا مثلا بعد الكولوم كده proper noun، اللي هو إيه؟ إن نيويورك سيتي. ما اقدرش اقول نيويورك سيتي دي حاجه معروفه، لان احنا قلنا الحاجات السبيسيفيك زي سبيسيفيك سيتويشن المدن كده لازم تكون بالكابيتال. فعشان كده انا في هذه الحاله بشذ عن هذه الايه هذه القاعده وبقت الحرف كابيتال. طبعا زي ما قلنا قبل كده دي توضيح اكتر، يعني اللي هو الكابيتالايز الايام والاشهر والهوليديز، ولكن السيزون لا. زي ما كده مانداي وسط الكلمة جونيو فالنتير داي، انما مثلا زي ما قلنا كده المناسب السيزون او اللي هي المواسم زي وينتر والسمر وهكذا بتيجي الحرف بتاعها اسمه. القاعدة الثامنة بالنسبة لألقاب بعض الشخصيات، فطبعا احنا عارفين ان احنا اسم اي شخص بيجي لو الاول والوسط والاخير اللي هو الاسم الثلاثي بنكتبه كله بنبدا بالحرف الكابيتال بتر الفلسترات، ماشي. ولكن لو جاء بقى قبليه اختصار مثلا ليه اللي هو الوظيفه بتاعته، فزي مثلا جي ار جريت برنسز اوف باور مثلا، ده برضو بيتم كتابه الحرف الاولاني فيها بالكابيتال بتر. طبعا الاختصارات دي بتكون مختصره وسو سيمبل بسيطه، زي ماستر ميسز دكتور، ماشي. وطبعا بتطبق برضو بعض الاختصارات طبقا لمكانه هذا الشخص والوظيفه اللي بيشغلها. فنيجي مثلا نخلي بالنا من هذين المثالين، ان انا مثلا كابيتالايزد ام رايتنج ماي ريبورت اون بريزنت ابراهام لينكولن،
انا بعمل تقرير عن الرئيس ابراهام لينكولن، ده احد الرؤساء الامريكيين. فانا الوظيفه اللي بشتغل بتكلم عن الرئيس، ماشي، بريزنت ابراهام لينكولن. طالما الوظيفه جت قبل الاسم فبتيجي كابيتال ليتر. اوكي، طيب بيقول لك بقى ما تعملش كابيتال ليتر مثلا دورنج ذا سيفل وور. سيفل وور طبعا احنا قلنا المناسبات التاريخيه والاحداث التاريخيه، برضو زي الحرب الاهليه اللي قامت في امريكا، فتيجي بالكابيتال ليتر او الاسم، الاسماء بتاعتها، ماشي، اول حرف فيها. طيب ابراهام لينكولن هو ذا بريزنت اوف ذا يونايتد ستيتس. اوكي، هنجد ان هو كلمه بريزنت هنا ما جاتش، جت بالسمول ليتر. ليه؟ لان بتكلم على حاجه عامه، بتكلم على ان هو كان بيشغل وظيفه. يبقى الفيصل عندنا ان الكلمه دي بريزنت جت هنا قبل الاسم على طول، خلاص تبقى كابيتال، انما جت في وسط الكلام تبقى شانها شان كلمه عاديه تاني. طبعا يونايتد ستيتس هنلاقي ان بنتكلم على اسماء الدول، فاليو والاس في اليونايتد ستيتس جت برضو كابيتال. اوكي، يبقى هنا مناسبه تاريخيه، وهنا اسم دوله، وهنا اسم اسم بروبر ناون، والوظيفه بقى اللي بشغلها هنا في الحاله دي ما جاتش كابيتال. طيب برضو مثال تاني، انا بيتكلم على سينيور مثلا ماركتنج دايركتور، ماشي، فانا الاس هنا سوري الدايركتور ده هتلاقي هنا جت دايركتور كمشرف او ك يعني مدير على حاجه معينه، الدكتور سام جونز ده هجد ان هي دايركتور جت قبل الاسم، فعشان كده جت بالكابيتال بيشغل هذه الوظيفه. بينما هنا جت في وسط الكلام موست برودكتيف ماركتنج دايركتور، فجت كسمول لتر. خلي بالنا من المثالين دول. فهنا بقول القاعده بقى في التايتل او الالقاب بتاعت الناس بتبقى ان انا تيجي جاست بيفور قبل الايه الاسم بتاع هذا الايه هذا البيرسون، ماشي. في بعض الالقاب بقى مثلا زي كلمه جادج، ماشي، جورج كريم ممكن تتكتب برضو كلقب ليه وتيجي برضو بالايه بالحرف الايه الكابيتال، ماشي، جورج. دي بعض الاختصارات لبعض الوظائف. فتيجي مثلا هنيجي هنا كده دي ميسز اللي هو المارد وومن، المس اللي هي سنجل وومن، والمستر مان. هنجد هنا ده الدي ار اللي هو دكتور، وظيفه دكتور. اتش او ان الهورنبل اللي هو الراجل الشريف. هنيجي بقى هنا حاجه اسمها الجي ار اللي هي بتاعنا جونيور والسينيور. جونيور والسينيور دي جونيور اللي هو مثلا يقول لك الاصغر وسينيور الاكبر، لكن بالنسبه برضو للشركات فيقول لك جونيور ده الشخص اللي هو مثلا متقدم الوظيفه وهو اشتغل في الوظيفه دي قبل كده بس ما زادش عن مده عمله فيها عن سنه. اوكي، فبيحتاج متابعه. اوكي، السينيور ده الشخص اللي خبرته في هذه الوظيفه من 3 ل5 سنين وممكن يقود اخرين. نخلي بالنا من هذا التعريف ما بين الجونيور وما بين السينيور. السنة ده اللي هو عضو في مجلس، في المجلس اللي هو الكونجرس مان او مجلس الشيوخ اللي هو في امريكا. بروف اللي هو البروفيسور. مسرز اللي هي الجمع بتاع مستر، قلنا مستر ده اللي هو الشخص اللي هو بالنسبه لمان، مسز بالنسبه للمراه المتزوجه، مس اللي هي الانسه، فمزرز اللي هي الجامعة بتاع مستر، وميمز اللي هي الجامعة بتاع مسز. اوكي، القاعده الاخيره بالنسبه للبروناون اي، قال طبعا اي ضمير غير الضمير اي بيتم وضع الحرف الاولاني في كابيتال ليتر لما يجي فقط بس في بدايه السنتس. اوكي، يبقى اي ضمير خلاف اي بيجي اول حرف في كابيتال لما يجي في بدايه جمله. ولكن برونون اي ده بقى ضمير اي بياتي كابيتال، جه في اول الكلمه، جه في وسط الكلمه، جه في الاخر، هيجي كوضع ايه ككابيتال، ماشي. فهنا هنيجي مثلا هذا المثال جاي في اول السنتنس، هنا جاي في الوسط، هنا برضو تقريبا جاي في الوسط، ففي اي حاله هيجي على هيئه ايه كابيتال. طيب هنا ايه اللي بيتناول هنا في هذا المقال؟ بنقول مثلا ماي فيفرت بوك ار جرين ايج اند هارن اند هورتون هيرز ار. طيب نشوف بقى ان احنا كده ايه هنا بيقول لي في هذا السؤال ابتدي صحح لي اللي هو احنا انتقلنا لعمليه الايه الكابيتاليزيشن، عمليه الكابيتال. فطبعا انا هسيب نعمل بوس كده لفترة ونبتدي نصحح. طيب لو جينا كده مثلا قولنا أول حاجة في السنتنس بتبقى حرف كابيتال، الأسماء
وما يصاحبها زي جرين ايجز، هام، هورتون، هيرز، كل دي هتبقى معايا بالكابيتال ليتر زي ما قلنا كده برضو ايام الاسبوع، وان دي جاي كبدايه السنتنس. فايام الاسبوع بتبتدي بايام الاسبوع والاشهر، ما قلنا السيزون لا، المناسبات او الاحداث التاريخيه، ستار وور ماشي، وده برضو اللي هو حدث او مكان تاريخي. ده كاسم في الاول، ودي اسم برضو، اي اسم بيكون مكتوب حرف كابيتال، وده برضو مكان بروبر، مكان معروف زي السنتر بارك، والاشهر زي ما قلنا بتيجي برضو معاها حرف كابيتال. ده برضو في الاول الكلمه، وده اسم بلد، وقلنا اسم البلد وجنسيه واللغه، كل ده برضو بتبقى ايا كان مكانها بتبتدي حرف كابيتال. برضو ادي الاسماء، ودي طبعا دي جايه في الاول. تمام. ده بقى احنا بنتناول برضو اكسرسايز على الكابيتال او الكابيتاليزيشن. مثلا المثال الاول ده ماي فيفورت بوكس ار، ده تايتل، ماشي، ده تايتل. فمن اول هنا كده لازم ايه اخلي بالي، ماشي. اون ساندي تيري شي ديد، نعمل بوكس كده لفترة كده ونشوف. طيب الإجابة ماي فيفورت، ماي اللي هو جاي في الأول، هتبقى إيه الكابيتال بتاعت الأم. هنا بقى زي ما قلت كده ده تايتل، عشان ما حدش يقول لي إيه هو جرين إيج دي حاجة مشهورة مثلا، لا، ده هو ده كل ده لقب. فإحنا في الألقاب قلنا كده إيه، بنعمل في الألقاب اللي هي الكلمات اللي هي المهمة، إنما حاجة زي أند وأوف والكلام ده كله ما بيتمش البيت بحرف كابيتال. فعشان كده ده في التايتل أهو بقى كله إيه، هيبقى بالكابيتال، ماشي. هنجد الاي والام مفيش فيها عمليه الكابيتاليزيشن. ايام الاسبوع الاون جاي في الاول، فخلاص هتاخد اول حرف كابيتال. ايام الاسبوع زي ما قلنا، والاشهر هتبقى الحرف الاولاني بياخد فيها كابيتال ايا كان موقعها. وبعدين ستار وور دي حاجه فيلم معروف، فبتاخد الكابيتال ليتر بتاعتها، ودي اكله معروفه، او سوري قصدي المكان ده مكان مشهور او مكان بروبر معروف، فعشان كده بيبتدي بالكابيتال. طبعا احنا قلنا كده ان انا في حاجات ببتدي بالكابيتال عشان اركز عليها، الفت النظر ليها. طبعا زي ما قلنا كده ايام الاشهر جولاي، والسنتر بارك ده مكان او متنزه معروف، وتيري ده الاسم جاي في الاول او الاسم جاي في النص اي كان. فالاسم طبعا قلنا اول حاجه ببتدي دايما ببتدي بكابيتال. شي طبعا بروناون بس جاي في الاول، فبتبتدي كده. لندن قلنا اسم المدن بتبقى، واللغه كله بتبتدي كابيتال، دي طبعا جايه في اول جمله هتبقى كابيتال. الاسم بتاع ابراهام لينكولن، بريزنت لو جاي هنا بريزنت ابراهام لينكولن هت بريزنت هتبتدي كابيتال، انما اسم بريزنت كده جايه موقعها بجمله بعيده عن اسم صاحبها، فخلاص دي بتبقى كومن نون، فمبقاش مبتدي بالكابيتال. طب بيقول لوك از سنتنس، وحدد بقى ايها عمليه الكابيتاليزيشن صح وايها خطا، ماشي. بيج بن طبعا دي حاجه كان معروف، فطبعا الاثنين دول هيبقوا كابيتال صح، ولندن هتبقى برضو صح لان لندن اسم مدينه، تمام. فعشان كده زي ما قلنا دي صح. اي دروف ايست تو ذا سيتي اند تيرن نورث، طبعا دي كلها صح، ولان الاي دي جايه اصلا دي في البدايه كابيتال، والاي بالذات اللي ده قلنا ده الضمير الوحيد اللي في اي مكان لازم يجي كابيتال، تمام. دي طبعا هتبقى خطا. ليه؟ لان لو احنا بنتكلم على جهه رسميه وجهه معروفه، امريكان كانسر سوسايتي، هو ابتدى بالامريكان عملها كايه كاسم جنسيه مثلا، انما كانسر سوسايتي كلها على بعضها، فلازم الكانسر كانت تبتدي سي كابيتال وهنا الاس كابيتال زي ما احنا شايفين كده. طيب اللي بعديها طبعا برضو انكوريكت عشان كلمه ايه، معلش، ناشونال بارك، ماشي. ناشونال بارك دي از جريت بارك، دي صح انما دي خطا، ماشي. بص ده بارك كبير، بارك عظيم، انما ده مش هو ده الاسم اللي انا ايه، ده اسم البارك، انما بوصفه بعد كده لا، دي ملهاش كلمه بارك، انا هتبقى خطا، ماشي. انا دي اي صح، نيويورك تايم، كل دي صح، تمام. مجله مشروفه، جهه معروفه، مؤسسه معروفه، ماشي. شي اس ريبابليكان، دي واحده بتقول انها بتنتمي للحزب الجمهوري في امريكا، ده اسم معروف، فطبعا الار دي هتبقى خطا، المفروض تكون اي كابيتال، تمام.
بودابست هاف بين اراوند فيري لونج تايم. طبعا كل ده بادئ صح، ما فيش مشكلة. هنا بقى الخطأ ايه؟ سندا اوبرا هاوس دي كلها بروبر بليس، اسم معروف، ما فيش فيها مشكلة. انما بورجيوس بيلدينج، الاثنين دول انا بقول مبنى رائع، مبنى فاتن، مش مبنى، انا بصف المبنى. فالاثنين دول الجيت المفروض تكون سمول ودي تكون سمول، ماشي. العهد البرونزي، فطبعا دي البرونز تبقى كابيتال والايج تبقى كابيتال فور سيفرال ساوند اوف زيرو، فاهم؟ فدي كلها صح. اوكي، رورا ريرايت ذا سنتنس اون شيت اوف بيبر تو فيكس ذا ايرور. في هنا اخطاء، ماشي، نشوف الاخطاء، نعمل بوز كده لفتره ونشوف. طبعا تشاينا دي اسم دولة، لازم تكون معروفة ان تشاينا دي هتكون زي ما احنا كده، لازم تكون بالكابيتال ليتر، ماشي. داد طبعا دي ما تنفعش، لازم دي تكون ايه؟ اسمه. اوكي، طيب دي اول حاجة. لما نيجي وترابل نورث باسيفيك نورث ويست، دي جهة معروفة، يبقى نورث ويست دي ما تبقاش جاية ايه؟ سمول، ماشي. الرقم ثلاثة هاف طبعا جاية بادية في القضاء كفربة، جاية في الأول زي أي حاجة بتيجي في الأول لازم تكون كابيتال. نتكلم على إيه؟ نتكلم على التايتل بتاع قصة معينة. قلنا زمان في القصة المعينة الأسماء اللي بيقولوا الأسماء الكومن أو المعروفة أو الأسماء اللي هي مهمة دي طبعا بتيجي كابيتال، والباقي كله بيجي سمول زي كده، ماشي. فنجد ان هو جاب كلمة زاه طبعا غلط والان غلط، فدول دي بتعتبر لازم تتصلح وتبقى دي سمول ودي سمول، ماشي. طب سبرينج لو جاي في النص ما كانتش هتبقى مكتوبة الاس كابيتال، انما عشان هي بادية في الاول فما فيش مشكلة، لان هنا قلنا اسم السيزون بتبتدي سمول، خلاص. I love the fall، الخريف طبعا زي ما احنا شايفين كده جاي في النص، يبقى ده خطأ، يبقى لازم دي. اوكي، نشوفها كده بالظبط كده، صححت بقت كده. ده طبعا سيربليس جبل اللي هو عيد الشكر، فطبعا هنا دي سمول لازم تكون دي كابيتال لانها دي مناسبه. اوكي، اخر حاجه ماري بوت سيت اوف تيفان تشاينا فور مامز برسيدي. طبعا هنجد ان ده خطا، لان تيفان تشاينا دي هو ايه الخدعه التركي هنا، ان عشان مثلا اللي هيبص في تشاينا ده الصين، لا، ده نوع من انواع البورسلين، دي حاجه ما بتتعلقش بدوله، اوكي، ممكن يتصنع في اي حته، ومش مرتبط بقى ان ايه ده، ان ده بيذكر اسم دوله او جنسيه، اوكي. فالاثنين دول طبعا لازم يجي سمول، والمامس برسيدي دي مش مناسبه قوميه بالنسبه لكل الناس، فطبعا البرسيدي طبعا تعتبر بي لازم تيجي سمول زي ما احنا شايفين كده. طبعا بيقول لي اكتب لي بقى ايه الاسماء النمبر اللي هي ار نوت كابيتالايزد كوركتي. لو قلنا دي 1 2 3 4 فهنقول بقى اللي هي نوت كابيتالايزد كوركتي، الكابيتال ليتر فيها مش مكتوبه صح، تفكر فيها شويه. طيب دي الإجابة، إن عندي 1 و3 و4 و6 و7 و9 و10 الكابيتال ليتر فيها خطأ. لو جينا مثلا رقم واحد كده I saw Mr. Jones، طبعا مستر دي المفروض تكون الإم دي كابيتال، عشان كده دي خطأ، ماشي. رقم ثلاثة My mother، My mother الإم دي لازم تكون إيه؟ سمول، إنما هي دي اللي صح، الإم اللي هي الأولانية، وخاصة إن هي جاية كمان إيه؟ الماي، ان هي جايه في الاول يبقى ماي دي صح، انما مصدر دي لازم تتكتب ايه؟ اسمها. طيب اربعه هنري ده كده صح، wanted to see Ellen، ماشي، انما الان دي هنا طبعا لازم تكون اسمه، ماشي. طبعا زي لازم تكون برضو سمول. تشيب مانكس دي مفيش فيها مشكله. نيجي رقم سته هي اكسبلينت، طب دي صح، انما اتش جاست، ماشي، جاست دي اللي هي جايه لي ككابيتال دي خطا، ماشي.
رقم 7 his dad replied you. طبعا اليو دي المفروض تكون جايه كابيتال، هاف تو باي فور ذا ماشي ماشي. تسعة اللي هي الأخيرة my brother طبعا دي المفروض تكون small، sister تكون small. 10 طبعا the word democrat for republican democrat republican دي المفروض تكون capital، ودي republic لازم تكون capital. اوكي هنا طبعا هنجد ان اليو هنا خطأ، you see that it's just a small dent اللي هي زي ما قلنا كده احنا في عملية الكتلة هنا ما ادتنيش زي دي اللي هي complete sentence ماشي. فانا المفروض ان انا ببتدي هنا بدي اللي هي دي تكون ايه، تكون اسمه. اوكي طبعا دي قطع بقى باراجراف، ودي اللي ممكن تيجي مثلا حاجه زيها في الامتحان، ان احنا نجيب باراجراف ونشوف عملية الكابيتاليزيشن صح فيه في كله ولا خطأ، ونحدد الأماكن اللي كانت فيها خطأ. فطبعا زي ما احنا شايفين كده هيستوري طبعا بداية أي حاجة أي سنتنس لازم تكون كابيتال زي ما هنشوف كده، يبقى الهيستوري دي تكون صح. تو هنا سمول المفروض تكون كابيتال زي هنا. سفنكس الأهرام دي حاجة مكان معروف وطبعا تبقى بالكابيتال. ايجيبت طبعا الايه طبعا كاسم مدينة لازم تكون كابيتال. ماي اوف استر ايسلاند طبعا دي كلها مكان معروف بقول لك هتبتدي تكون كابيتال. ازاي هنا هتكون طبعا كابيتال لان هنا البداية. هنا ذا نورث ديم كاتدرائية الكاتدرائية بتاعت نوتردام طبعا دي مكان معروف في باريس، يبقى كله طبعا لازم هيكون كابيتال ماشي. بروسيلا كاستل دي طبعا مكان معروف لازم هيكون برضو كابيتال. somebody اللي هو احنا كده في بداية جملة لازم يكون كده الاي ده طبعا معروف في اي مكان لازم يكون كابيتال، فطبعا هنا ده خطأ كده. دي ان شاء الله بنهاية هذا الاكسرسايز بكون ان شاء الله وصلت لنهاية هذه المحاضرة. على أمل اللقاء إن شاء الله في محاضرة قادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.